عسلامة. قبل ما تفرجوا في الحلقة ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. اوكي، بداية نحن في الجونة وكنا نبغى نسوي شيء وحسيتها فرصة جميلة جدا عشان عندي اثنين اصدقاء موجودين. وهل سلسلة اصلا من اي بي توكس وايد غير، واهم شيء فيها ان نبين واقع العلاقات وصراحة العلاقات. العلاقات مش كلها وردية وفراشات، فيها وايد اشياء، فيها وايد تحديات، فالصراحة موجودة وضرورية. التواصل بين الاثنين شيء وايد مهم، فمن هالسلسلة نحاول ننمي هالشيء في مجتمعنا العربي، انه يقدر يكون في حوار صريح. مو كل زعل وضرابة وعناد وخصام وما كلمك اسبوعين، ما يحتاج كل هذا. فاليوم ان شاء الله عندي اثنين وايد صريحين، فبنبدا معاهم. بسنت، واقول بسنت ولا اقول بسنت؟ بسنت. بسنت، اوكي. ومحمد. محمد. محمد احسن صح؟ محمد. كيف محمد؟ غير زي بسنت. ايوه بسنت. زي بسنت. على البداية شي. اوكي، فعندي اسئلة. اوكي. ببدأ معاك. ليه كده؟ شي نسوي؟ ماشي. نبدأ خفيف. ابدأ معاك تسألين ونفس الشيء. اوكي. والنقطة الوحيدة كونوا عفويين. كونوا صريحين. احنا مش محتاجين توصية، ما تقلقش. انا خايفة قوي. يلا بسم الله. انا خايفة بجد. ولو ما فهمتي السؤال قولي لي. اكيد. هو مش بالعربي؟ بالعربي. بصدر بصدر. اوه. انا بسأله هذا السؤال. هي تسألني. اوكي. اوكي. انا ممكن اقوله بالمصري يعني. اوكي. بليز، انا حاولت يعني باللهجة المصرية بس صعب يعني. اوكي ماشي. اوكي. ازاي تقدر توصف المرحلة دي في علاقتنا؟ المرحلة اللي هي اللي احنا فيها؟ اللي احنا فيها. السؤال ده. اوصفها بان هي مرحلة انتقالية مهمة جدا جدا جدا، زي تيرنينج بوينت كده، من حاجات حلوة كتير وحاجات وحشة كتير مع بعض لمستقبل مشرق ان شاء الله يعني. فهي مرحلة عارف اللي هو زي ما بيقولك الخروج من عنق الزجاجة. هي اللي انا فيها دي دلوقتي، او يعني من فترة صغيرة لحد شوية كمان صغيرين. لو أنا بزيد على سؤالها، لو بتحط عنوان، لو كان عنوان كتاب، شو المرحلة هاي ولا هالقسم من الكتاب؟ المرحلة دي. شو العنوان؟ مولود جديد. ليش اخترت؟ عشان أنا حاسس نفسي كده. انزين يا محمد تفضل. ايه اكتر شيء بيعجبك فيا وليه؟ ايه اكتر شيء بيعجبني فيك وليه؟ بحب اكتر حاجة بحبها فيك حنيتك. وليه؟ علشان مش عارفه، بتطمني، بتحسسني، ترجعني دايما لاصلك، لتربيتك، مش عارفه يا حبيبه قلبي. لا بحس ان هي بس انا عارفه انها هعيط والله. ليه تعيطي ليه؟ ما اعرفش. طب انت بتقولي الحنيه. حنيتك بحس ان هي مش عارفه، مختلفة وبعدين بترجعني او بتخلي بتجبرني ان انا كمان ابقى حنينة حتى لو عايزة ابقى قاسية. عمرك شفت حنية اقوى من القسوة؟ الحنية ممكن تخلي قسوة تبقى ليه بدا اول سؤال. اوكي. خلوني الاسئلة السهلة. ثانك يو. جاهزة؟ يلا ربنا. أنا أشوف أي حاجة كده. إحنا أخوات يعني. لا يا ريت، أنا عارفة أصلاً إيه.
ايه اكتر حاجه مش بتعجبك فيا وليه؟ اكتر حاجه مش بتعجبني فيكي اكتر حاجه مش بتعجبني فيكي لما بتبقي عصبيه وبتصرخي. اخدت وقت كتير قوي عشان ترد على الاجابه دي. انا هقول لك على حاجه يعني بجد، والله بجد عشان اكون صريح فعلا، احنا متفقين اي بني ادم في الدنيا في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه. بس انا اتعلمت مع بسنت يمكن في اي حاجه حصلت لي بقى قبل كده، حتى لو تجارب عاطفيه يعني او علاقات، ما كنتش بفكر بالطريقه دي، كنت دايما بركز في الحته دي جدا. اتعلمت من بسنت انه لازم البني ادم يقبل العيوب قبل المميزات، ومش يقبلها بس، ويعرف يتعامل معاها ويعرف يتكيف ويحلها جوه نفسه. لانه لو انا عندي لو هي عندها عيب هيبقى مزعج ليا جدا، لانه في ناس ممكن تقبل ده وفي ناس ما تعرفش تقبل ده. فبما اني هذه البني ادمه انا لا يمكن اتخيل يوم من الايام من غيرها، واتاتش ليها جدا جدا جدا، فالمميزات بالنسبه لي هي حاجه كويسه يعني، مش هتضايقني في حاجه، بالعكس هتعيشني اكتر كتير وهبقى احلى كتير معاها. لكن العيوب هي اللي فيها المشكله. فتعلمت انه من كتر حبي ليها ومن كتر تمسكي بيها اني افهم عيوبها اللي ممكن تزعجني واعرف اتكيف معاها. عرفت احلها بقى بيني وبين نفسي، عرفت. ما عرفتش It's a destiny I have to face it. فاحاول احب العيوب قبل ما احب المميزات، ودي حاجه انا بالنسبه لي اعتقد ان هي اثرت كمان في شخصيتي جدا، وحطت فيها نضج كبير ليا انا شخصيا، مش لبسنت او لعلاقتي بسنت، فيا انا شخصيا مع الواقع مع الحياه. That's it. جميل. اتفضل. في نقطه وايد مهمه كنت اتمشى ويا الوالده مثل رياضه، كانت رطوبه وحرمتنا يعني من الحر، بس يعني مشينا. فكانت تقول لي الله يحفظها، تقول لي انس لازم يكون عندك الامباثي اعلى، الاحساس بالاخر، يعني حط مكانك فيه. طبعا. قلت له امي لو انا بالفطره ما فيني هالشيء كيف انمي هالاحساس؟ قالت لي شيء، انت استعملت كلمه لازم افهم عيوبها، عشان كذي ذكرتني في هالنقطه. طبعا. قالت لي انس قبل ما تتقبل الناس افهمهم، لو فهمتهم بس بتتقبلهم، بس تغصب عمرك انك تتقبل انسان غصب، كنا غصب يستبلع الموضوع ما بترتاح. وعلى فكره ده كان حالي، عشان كده كنت بقول لك من شويه في السؤال الاولاني مولود جديد، ده كان حالي جدا، مع رغم الحب والتمسك واني بحبها واني اتاتشد ليها واني عايز ابقى معاها طول الوقت، مع كتر ده حسيت بشويه انانيه. هي لما كانت بتتكلم في الموضوع دوت كنت بتضايق جدا، ازاي انا اناني؟ ده انا بحبك مثلا. لا هي صح، لاني قعدت افكر في الموضوع دوت بشكل مختلف من وجهه نظر مختلفه، فلقيت انه بعد ما فهمت او بعد البروسيس دي ما ابتدت تشتغل، لقيت نفسي سلس اكتر بكتير حتى مع نفسي. جميل. استاذ محمد بصراحه برايك ايه اللي بيقدر يكسر علاقتنا وليه؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن تكسر العلاقه بعد الشر يعني؟ ايه هي وليه؟ تفسيرها جواك يعني. تهيألي اي علاقه صح؟ مش لازم علاقتنا يعني. هو علاقتكم انتم شو يقدر يكسر العلاقه اللي عندكم؟ خلينا نسميها علاقه قويه، بس في شيء يقدر يكسرها وليش هالشيء؟ اوكي. I think الخيانه.
I don't think ان انا هقدر اهندل خيانه في العلاقه دي، لان في ثقه كبيره جدا ما بين احنا الاثنين، في احساس ان هو لا يعني مش محطوطه اصلا في دماغي، وحاسه ان قد ايه احنا قريبين قوي من بعض وقاريين بعض قوي وبنفهم بعض من النظره وتفاصيل التفاصيل من جوه قوي يعني عارفينها، فالخيانه هتيجي هتلطشني قلم كده هتشككني في كل حاجه، في كل حاجه ما بيننا حتى. فحاسه هو ده اللي ممكن يكسر الفاونديشن بتاعه العلاقه. في اوبسلي في حاجات خطوط حمراء يعني احنا متفقين عليها مثلا اللي هو لا كانت هابن وبتاع، بس اجان بيبقى فيه على طول ورك اراوند ات اللي هو لا ممكن اسامح المره دي وات ايفر، بس الخيانه في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي دي اي ثينك ان هي اللي هتجيب اخرها يعني تجيب العيد. ايه نسمين احنا تجيب العيد نقول ولا تجيب العيد يعني تجيب العيد نحن نقول بالاماراتي يعني قابل عيد يعني خلاص دمرتهم يعني على مش علشان على فكره هي مش عشان الخيانه وانا بقى ما بتخنش، احلى ستات في العالم بيتخين احلى ستات في العالم بيتخين، بس اتس جاست ان ال انت احلى السول كونكشن اللي ما بيننا الخيانه هتضرب فيها مش في الايجو بتاعي كست، هو هيضرب في الكونكشن اللي ما بيننا هيشكك في كل حاجه. عندي سؤال هذا السؤال عام ما بس انتو تحسين لو في وحده ياس تشوف المقابله ولا الحوار لو حد خان الرجل او المراه هل في رجعه؟ انا بشوف إن ولا الشكوك خلاص دائما خلاص موجوده. لو الراجل او الست، لان الخيانه مش بس من الراجل يعني انا خالص، الراجل او الست لو هم عرفوا غلطتهم وجم and they were open enough to talk about it والخاين عمل اللي يريح اللي اتخانت او ايا كان ده الراجل او الست، سواء بقى ده كان ثيرابي، سواء ان هي يبقى عندها اكسس على الديفايسز بتاعته، سواء ايا كان اللي هيريحها نفسيا لغايه لما هي تبقى كومفورتبل تو ريست الحته دي، trust has to be earned again and it's much harder to earn it again the second time than the first time. في ناس بترست من اول ما تشوفك كده بيبقى عندهم حسن الظن عادي، في ناس اصلا بيبقى من اول خالص متاهبين، فتاني مره بقى دي يعني صعبه جدا جدا. فانا بشوف ممكن، ولكن الخائن لازم يكون عنده استعداد ان هو يتعرى بقى كده ويسيب نفسه كده ايه مش ملطشه بس يعني انت هتعمل اللي هي او اللي هو هيقول لك عليه لغايه لما هي تبقى كومفورتبل ان هو ما يرجعوا تاني. انا بشوف كده يعني ده رايي. هو المشكله الثقه ثاني مره تبنيها ياخذ وايد وقت، بس عشان تكسرها ياخذ ربع الوقت في ثانيه. وعلشان يعني المشكله ان انت ما هو ممكن واحد او واحده يتخانوا، هي اولا عايز اقول حاجه، هي ديبندز برضو على طبيعه شخصيه البني ادم، لانه في ناس مهما كانت الحكايه ديت ودي وارده جدا وبتحصل اتعملت فيهم لا يمكن يقبلها، هي دي مبادئه. وفي ناس ممكن ما تقبلهاش طبعا، بس ما فيش حد بيقبل الخيانه، بس في ناس بتدي فرص وفي ناس ما بتديش فرص، والنوعين من البني ادمين دول لهم كل الاحترام، لانه في الاخر هذا العمل القذر ما يتقبلش، ما ينفعش. فكنت بقول لك انه رجوعا لكلامي انه المشكله الكبيره قوي 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 انك لو ده حصل منك بعد حاجه حلوه قوي انتوا بانيينها مع بعض وحاجه قويه جدا، هي دي الكارثه، هي دي الكارثه. ويبقى ربنا بيحبك قوي قوي لو 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 سمحتك او رضيت تكمل معاك تاني او اديتك فرصه تانية. ليه؟ لان انت باني صرح كبير بينك وبينها، جيت دمرته بفعل قذر. لكن قصدي هنا الرجوع بيبقى صعب قوي، عشان كده بقولك لو ربنا لو حصل ربنا بيحبك جدا. ومش معنى كده انك لو انت مش باني حاجه جامده قوي وعملت دوت يبقى ده تمام، لا، بس هي بتبقى ليفلز، فاهم قصدي؟ فانت وحظك وانت يعني انت واللي بتبنيه بينك وبين البارتنر بتاعك.
وفي كل الاحوال هي مش مقبوله اصلا. يعني انت لسه بتعرفوا بعض بقالكم سنه او تعرفوا بعض بقالكم 100 سنه، هي مش مقبوله في الحالتين. صح. لكن يبقى ربنا بيحبك قوي لو رجعتوا لبعض تاني بعد بعد حاجه حلوه قوي بينكم. يعني انت من اي نوع، اللي تعطي فرص ولا ممنوع؟ السؤال ده بيبقى اصعب للراجل على فكره. ده حقيقي في وطننا العربي بيبقى صعب جدا. ده حقيقي الستات متعوده من صغيره كونديشن كده اللي هو ايه، الرجاله مبصبصين وده طبيعي وبتاع. السؤال ده صعب جدا للرجاله. مش عارف، انا صريح جدا مش عارف. صعب، مش عارف، صعب انك تحكم على موقف. مش عارف اقول لك يعني. اي حد للوهله الاولى لو سالته السؤال ده ازاي مفيش كلام ده، وطبعا لا مفيش. وممكن انا ما اعرفش، وانا ما اعرفش لطبيعه شخصيتي. مش بتكلم على حب بسنت ليا او حبي لبسنت، انا بتكلم على شخصيه محمد فراج. لانه الحكايه ديت انا مشكلتي اني ما بنساش كتير. برج العقرب. يعني مش ما بنساش، يعني قلبي اسود. لا بالعكس، انا قلبي مش اسود خالص، بس عقلي هو اللي منور قوي. للاسف ربنا مدي نعمتين حلوين قوي للبني ادم، الاحساس والنسيان. الاحساس نعمه والنسيان كمان نعمه، بس انا للاسف الشديد ربنا اداني واحده بس. ليه؟ لانه انا لما بعيش الحاجه بعيشها بكل جوارحي. وات ايفر بقى انا بعمل ايه، بشتغل، بحب، بلعب كوره، بحزن، بفرح، انا الحاجات جوايا مش بتكبر، بتبقى بتكتمل قوي، وبتاخد وقتها جوايا قوي زياده عن اللزوم. فبتاثر فيا سواء بالسلب او بالايجاب. انا لو حاجه بسيطه جدا 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 من وجهه نظرك حصلت لي حلوه، ممكن تبقى بالنسبه لي ممكن تقعد تفرحني وتنططني وتزقططني اسبوع. وممكن حاجه بسيطه جدا 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 تقلب لي المركب بتاعتي كلها. فانا عشان كده بقول لك الموضوع ده بالنسبة لي أصلاً الخيانة أنا من يعني ما بستوعبهاش. ممكن أكون بشوف ناس يعني وهي على أرض الواقع موجودة، بس أنا عن نفسي من وجهة نظر شخصية ما بستوعبهاش. زي كده يعني إيه، يعني إيه بني آدم يطير؟ مفيش بني آدم بيطير لوحده يعني، فاهم؟ لازم يركب طيارة، يركب معرفش إيه بتاع، لكن يطير لوحده مفيش حد بيطير لوحده. بالظبط كده. يعني ايه، يعني ايه تبقى بتحب حد وبيملكك من جواك وتخونه؟ دي حاجه تقيله جدا جدا. عشان كده انا بشوفها حتى لو انا اتحطيت فيها اصلا كمان، حتى لو هي حصلت معايا، انا ببقى يعني مش انا اللي اتخنت، حتى لو انا اللي خنت، فاهم قصدي؟ بتبقى زلزال من جوايا طول العمر. بس طبعا الريختر بتاعه بيهدى مع الوقت، لكن بيفضل سايب اثر. طبعا احنا بنتكلم كل ده على مره واحده، مرتين خلاص بره. لا مفيش بقى الكلام ده. مره ثانيه صعبه. مرتين ايه؟ انت عارف خليتني افكر، قلت لي انت كيف انسان يحب ويخون؟ السؤال الاهم، هل هذول يحبون بعض صدقا؟ اه اكيد. ولا الحب كان ما ادري مثل واجب هوم ورك، يعني يحس ملزوم انه يكون في هالعلاقه، ولا عندنا اولاد وعندنا اطفال والحب خلاص تلاشى يعني. صح. اذا الانسان بصدق يحب الثاني، صح، افهم نقطتك. ده حقيقي. فهني السؤال الهم، ليش وصلت للخيانه؟ معناته اصلا هل انت تقدر وتحب وتحترم هالانسان؟ يمكن ما تحترمه بما فيه الكفايه. على فكره ممكن تكون بتحبه جدا وبتدي له كل حياتك، بس اكيد فور شور اكيد كان في حاجه ناقصه علشان ده حصل. صح. اكيد. لا لا لا، في ناس تفصل، بس هو في لو مش حب بقى اللي هو يعني روميو وجولييت يعني، وفي عشره، في احترام للعشره. لو في بقى بنتكلم مثلا عن 25 سنه مع الاطفال وبتاع، في احترام للراجل او الست اللي وقفوا معاكي في الابس والداونز والمشاكل والعيال. في حاجات كتير قوي لازم تحترمها. خليك بني ادم محترم وسيب وانفصل ثم عيش. بس يعني الشغل اللي من تحت لتحت والخيانه بقى ونخبي موبايلات وبقى مش محترم. يعني هو انا مش قادره افهم اللي بيخون ده بيبص ازاي في المرايه، لان هو حقيقي شغل مش محترم. انت بني ادم مش محترم على فكره. انا يعني ما تشوفش كلامنا مثالي قوي وافلاطوني، بس بجد احنا بنفكر كده.
او الوازع ده جوانا في شخصيتنا، الشبايه دي في المكنه بتاعتنا من جوه. احنا مبين، لا مبين والله، ويمكن عشان شيء العلاقه ماشيه، عشان القيم اللي ما بينكم متشابهه. المشكله يوم القيم تتغير، المشكله يوم مثلا رجل يحس لا من حقي انا بطبيعتي بالفطره انا شيء، هاي اوريدي العقليه بالزبط. يعني جود لك اكزاكتلي. المره اللي فاتت لما كنت معاك سألني قال لي انت تعرف بسنت من قد ايه؟ فقلنا له نعرف بعض من 5 سنين، كانوا 5.5 عامه بس يعني حبيت كبرنا شويه. فانت قلت لي ويومين لا مش للدرجه دي. فانا فاكر كويس قوي قلت لي ايه الـ 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 دي فتره 5 سنين، دي فتره مش قليله ومش كبيره، يعني مش كبيره ومش قليله. ليه ايه اللي مخليكم مع بعض قوي كده؟ فقلت له انه انا وهي ارواحنا اتاتشد قوي لبعض. شفت الحلقه؟ ده الجمله دي ترندنج. ايه اتذكر اللقطه. ولما بنزعل او بنتخانق بنرجع يعني اقوى من اللي فات كتير. فتتخيل بقى كل زعله حصلت وكل مشكله حصلت في حياتنا، ودي حاجه مش قليله على فكره، شوف بقى احنا بنقرب قد ايه. فتخيل بس جميل. اوكي السؤال اللي فات ده خد وقت كتير قوي. عادي بس حلو السؤال كان والجواب اهم. ايه اللي بيقدر يخلي علاقتنا تقوى اكتر في رايك يعني؟ اعتقد اي علاقه في الدنيا مهما كان الطرفين مختلفين شخصياتهم يعني لازم يبقى في أرضية ثابتة، ممكن بعد كده مفاهيم تانية تبقى متغيرة بس لازم تبقى تحتيهم بيز واحد بس. أنا كنت في الأول مش فاكر الكلام ده، كنت فاكره الحب وجهة نظري. اتضح إنه لا، من وجهة نظري مش الحب، هو الاحترام. انت ممكن واحده تحبك بس ما يبقاش عندها قدر الاحترام زي قدر الحب اللي ليها ليك، لكن استحاله حد بيحترمك وما بيحبكش. استحاله. ودي حاجه انا كنت ما كنتش شاربها قوي، يعني كنتش فاهمها قوي قوي كده. كنت فاكر ان الحب ده هو احلى حاجه في الدنيا، هو احلى حاجه في الدنيا على فكره، بس مش اقوى حاجه في الدنيا. الاحترام ممكن يكسر الحب. لو مفيش احترام وبتحب ادي الدنيا دي كلها، الحب مع الوقت هيقل وهيوصل الوقت وهيختفي. لكن لو مفيش حب او الحب اقل من الاحترام، لا، الحب هيتغذى وهيكبر. الاحترام بيغذي الحب. ايه افضل نصيحه من وجهه نظرك ممكن تديها لي؟ مهنيا ولا شخصيا؟ افضل نصيحه من وجهه نظرك، شوفي ايه الاقرب ايه الاقوى. افضل نصيحه انك يمكن تهدى شوي، يعني يفكر، ما يتوترش بسهوله. في راجل بيتوتر بسهوله جدا، بيبقى overwhelmed بالافكار، بيبقى عايز يعمل كذا حاجه في نفس الوقت ومش لاحق. ان هو just to take a breath كده and relax وكل حاجه هتعدي. شوف رجلك بالظبط. رجله فاي ثينك ان ده في اوبسلي في نصايح كتير قوي ممكن اديها له في حياته او في شغله او whatever which I do، بس دي حاسه ان هي في الكور قوي، ان هي لو اتصلحت هتظبط في حاجات كتير قوي. فهي دي ان هو just كده to calm down from the inside، مش من بره خالص، من جوه. تسوي انت مديتيشن ولا جلسه تامل؟ يساعد، بس بيعملها بالليل قبل ما ينام، عايز يعملها الصبح. صبح زين. يعني الكتب اللي قريتها وايد لاحظت ان وايد من هالناس المتوافقين في حياتهم
يبدون قبل يومهم. Yes. طبعا. عشان كذا أنا جبرت عمري إنه ما أسوي على نهاية اليوم، أسوي في البداية. Yes. تدخل البرنامج اللي عندك ولا الجدول على رواق. طبعا. عشان نحن مرات الأدرينالين ضارب من أول ما تقوم الصبح، مسجات ما أدري شو مسكول. هي لازم تعمل الصبح، أيوة تعمل تعملها بالليل لي، عمل الصبح فهم. أنا بعمل مديتيشن بس دلوقتي مش بعمل قوي يعني، بس الصبح يجي I can't do it بالليل، مش بفهم أصلاً أعملها بالليل لي، أنا داخل نايم. أنا بعملها الصبح. في ناس يحبون الاثنين. I know بس I do it in the morning it sets the mood كده for the rest of the day عمتاً. دخلك في المود. ده حقيقي. أهملك أنت. إيه أكتر نصيحة تحب تديها لي أنت؟ أكتر نصيحة أديها لك؟ هي ضافت سؤال يلا. يا سوسة أكتر نصيحة هقول لك بس انت الفريكوينسي بتاع غضبها مش كتير، ما بتغضبش كتير، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، عندها قدرة على الكنترول على النفس والاعصاب. انا جنبيها ما تقارنش، بس لما بتزعل بلوك خلاص تقفل، محدش في العالم يعرف يعمل حاجة في الوقت ده، حتى انا مع اني انا عندي مفاتيح مهمة ليها. وبالتالي مش هي دي المشكله بقى، المشكله بقى في اللي جايه، انها بتاخد قرارات في وقت ممكن تبقى قرارات مصيريه وحاسمه جدا، في وقت ما ينفعش تاخد فيه قرار، مع ان هي ساعات بتبقى يعني هي عارفه ده، بس ساعات بيخونها الموضوع ده. فبليز ارجوكي ما تتسرعيش في اتخاذ القرار. يقول لك الواحد لازم ما ياخد قرار يوم هو سعيد جدا ام حزين جدا. خالص او جعان جدا. اوقي عن قدام بعد صح. ضاربين انا وديما ذاك اليوم فرنش فرايز وبرجر ساعة 4 شكرا. يلا سؤالك. على فكره اسئلته احلى من اسئلتي، عشان بس انت والله تعرف حسستني شو بقول لك فنط شويه. تعرف يوم احنا كنا في يوم صغار لو حد يجيب لك الشوكولاته ولا الايس كريم يقول لك انا بعد ابا هذا. أيوة ما بقى اللي عندي لها. أيوة هذا شوفي انت اللي معاكي. انا كومبتيتيف قوي. انا عايز اقول لك زي كوتشينه. ايه اللحظات اللي بتخليك تحس بانك قريب اكتر مني؟ ايه اللحظات اللي بتخليك تحس انك قريب اكتر مني؟ لما بحس ان انتي جايالي. جايالي دي مش معنى يعني يعني مثلا لما بتحصل مثلا لحظة سكون او هدوء نفسي بيني وبينها وعنينا في عينين بعض، مش لازم نتكلم، بس دول بيتكلموا جدا عندنا. دي من اكتر اللحظات اللي بحس انه انا يعني عندي راحة نفسية ما بحسهاش كتير، حتى لو انا باخد الاحلى احسن جايزة احسن ممثل، لو انا في احلى موقف في حياتي، ده احلى موقف في حياتي، بيبقى من احلى لحظات حياتي. بحس ان انا قوي، بحس ان انا متمكن من ادواتي، بحس ان انا واقف على ارض صلبه جدا جدا جدا، بحس ان انا لو عندي هموم الدنيا كلها انا قادر احلها، حتى لو هتاخد وقت مني طويل، بس النظره بتاعتها ديت، وهي واحنا على فكره بنفهم بعض جدا وبنصدق بعض جدا، لما بحسها معايا او لو مش معايا تون صوتها مثلا، بنتكلم في التليفون، بنتكست، whatever الوسيلة، بس احنا بنحس بالالارم في الحتة دي عندنا صاحي، بنعرف. بحس ان انا يعني بحس ان ربنا راضي عني يعني. This was a struggle actually في العلاقة بتاعتنا. Yes. في الاول، لان انا
انا مش من اللي بيكلم كتير خالص، وانا كمان ولا هو، بس هو حقيقي في العلاقه كان بيكوميونيكيت اكتر شويه في الاول، اللي هو مش الكوميونيكيشن الديب، انا قصدي اللي هو ايه انا عملت ايه وروحت فين وجبت ايه وانا عندي مشكله دلوقتي فبيحكي لي وبتاع. انا مش من النوع ده، انا مش من النوع اصلا ما بعرفش احكي اللي هو الدي تو دي ده، فكان على طول انت تحكيليش لي انت مين، انا مش حاجه، رحت الشغل ورجعت يعني خلاص خلصنا. او مثلا لو عندي مشكله ما بقولش لحد اصلا، يعني انا بحل المشكله. او مثلا سي انا عندي مشكله في يوتيوب ولا وات ايفر، هكلمك انت عشان انت يو نو ذا واي اراوند ات، فاهم قصدي؟ فمش هكلم مامتي او مش هكلم محمد او مش هكلم اي حد، هكلم whoever can benefit me from this situation. فكان هو عطوه بشكل انت مش بتحكي لي، انت مش بتجي لي عندك اي مشاكل، you don't come to me, you don't talk، ما بتعمليش مش عارف. وانا اللي هو اعمل ايه، انا بحل مش عارف. ف it took a long time، بس هو still لغه العيون دي طول عمرها من اول ما عرفنا بعض. احنا من اول ديت عملنا تيست بتاع العينين ده، literally اول ديت. ف احنا بنفهم بعض جدا من عينينا، بس it's just about verbalizing بقى اللي جوانا. انا it took a lot of time to be vulnerable in this relationship for me at least. بس I think we're in a good place. المشكله كمان اصل احنا الاثنين فينا حاجه ما ينفعش تبقى موجوده في طرفين مع بعض. احنا الاثنين ما بنعرفش نتكلم كتير، فهنحب بعض ازاي وهنعيش مع بعض ازاي؟ واحنا الاثنين بنحب جدا ان الطرف الثاني يبقى شايف وعارف جوه. طب هيعرف ده ازاي من غير ما نتكلم مع بعض؟ بالظبط. فكانت مشكله معايا رهيبه وانا ما اعرفش اعيش، ودي يعني بس انا بحب اتكلم. يعني انا كنت لما عندنا مشاكل كنت بقعد اقول انا محتاج، هو ما بيسمعش كويس. This is actually a problem of his. He's not a very good listener. At least. Why are you tearing up again? I don't know, but I'm very sensitive when I talk about this relationship. We've been through a lot. واحد اللي معلم. علشان احنا تعبنا جدا في الحته دي بالذات. الاوضه دي بالذات احنا تعبنا فيها جدا وخدت مننا كتير. يعني الناس بتشوف بس اللي بره، الريد كاربت واللوكس واليوتيوب حاجات الصغننه دي وبتاع، بس ما بتشوفش اللي ورا. بس الكوميونيكيشن واز ا هيوج ثينج. انا هو ما كانش بيعرف يسمع، وانا كنت بقى عندنا مشكله احنا نيد تو سيت اند توك اباوت ات. ما بتكلمش في الدي تو دي، بس في المشاكل ببقى عايز اقعد ارغي بقى. هي وازنت ليسننج، اند ذس بيلت اب ا لوت اوف باجج في العلاقه. كان عندنا مشاكل كتير قوي قوي، كل شويه عشان عايزين نخلص ونحل، وعندنا ايفنت ولا عندنا مش عارفه ايه، ولا هو عن تصوير، يلا ادفن 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 تحت مش مشكله، جست سوايب دلوقتي ان ليتس ديل اكن ما فيش حاجه. ان ذس خلى في مشاكل كتير قوي انسبوكن، وعمل مشاكل في العلاقه لغايه لما قعدنا اند طلعنا كل and I would say ان قبل القعده دي او الاعداد دي because it wasn't just one sitting، يعني كانت العلاقه في حته وبعدين بقت في حته ثانيه. عشان كده هو بيقعد يقول لك ان احنا بعد مشاكل بنقرب ببعض اكتر، it's because of this، عشان we get to know each other more and we get to resolve the issues اللي قعدنا I would say اول اربع سنين في حياتنا ما بنتكلمش فيها. ف it was just the love. وكانت كمان كان مبرري في الحته دي اني انا، وده انا في العموم، ما بحبش ابقى مضغوط وستريسد كده بنيجاتيف فايبس كتير 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 كتير، ده في العموم حتى من غير بسنت. ما بحبش يعني بحب ايه اسكيب، عادي الدنيا حلوه، عادي الدنيا بتمشي، الدنيا لايف جوز اون، فاهم قصدي؟ لايف جوز اون، هي دي كانت في دماغي دايما. بس للاسف لايف مش جوز اون بالطريقه دي، بالطريقه دي لايف جوز اون في حيطه. يعني هترشق في حيطه. ف لا اي واز كومبليتلي رونج. لا انا سعيد ان اخر شيء، حتى قلتي اربع سنين، بس ان اخر شيء وصلت هالمرحله. وانا ربنا بيحبني جدا باي ذا واي، علشان كان ممكن جدا، اصل اربع سنين دي مش فتره قليله، يعني كان ممكن جدا نضيع من بعض بسبب هذا الموضوع. صح.
فانا رب يعني الحمد لله رب العالمين. انا بقى بنسى، هو بينساش، انا بنسى كل حاجه، انا بنسى انا اكلت ايه الصبح، بنسى اي حاجه. حظ حلو بقى الحمد لله. الحمد لله ربنا بيطعم من هنا وبيوصل من هنا وبيوصل من هنا، هو محظوظ ربنا بيحبه. اوه ايه ما تخوفنيش منك. انت 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 قاري السؤال صح؟ انا هقوله عشان انا مش عارف دي يعني الجمله، هقوله باللي انا فاهمه. هيقوله بصلحك لو غلط. بس هي انا حاولت والله دي يعني الشابه. ايوه فاهم. ايوه 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 صح فهمت. بس انت انا عارف الاجابه على فكره. قولي بطريقه. تعرف اوكي طبعا. وش طبعا طبعا عارفها. وانت تين ايجر، هل انا كنت البني ادم اللي كنت ممكن تختاريه؟ لا طبعا. وش يا معلم وش؟ كنت ممكن لا يعني طبعا. انا هقول لك حاجه نفسي اكتر من كده واجاوبك. انا اصلا سؤال حلو. ايه ده حلو، سؤال ده حلو ده حلو. عيش. انا اصلا لما عرفت محمد في الاول انا كنت بكرهه. بص الافيه بقى، بص الضحك. ايوه 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 والله. شوف اصلا الياسه كده اتغيرت. الشريف انا كنت بكرهه. احنا بجد غرب جدا يعني. اول غراب قصدي كنا كنت بشوفه على طول بقى في اوتنجز وبتاع، وكان في مكان معروف قوي في القاهره الناس كلها الممثلين بيخرجوا فيه والفيلم ميكرز. كنت بتحبني؟ كنت بكرهه مش عادي. انا اصلا ما بحبش، ما بكرهش كتير، بس هو عارف لما حد يبقى بالنسبه لك مزعج. فانا فيه. محمد كان بيخش من هنا بقول يا دي النيله. جه بقى هيقعد بقى ايه يتنطط لنا بقى ويقرفنا، ان هو كان بالنسبه لي هي واز جاست تو ماتش. اي كودنت هاندل خالص، وما كنتش اعرفه، ما كنتش سنت عليه حتى، بس من اراوند كده من بعيد. And then وهي كمان بني أدمة عارفة كويس قوي هي حاسسها ومشاعرها دي، بتعرف تبينها بيبان على وشي أصلا يعني. ما كانش فيه، كان حيطة سد. أول مرة اتقابلنا أحكي يعني مش بالتفاصيل بس تمام. هتودينا في داهية ولا إيه؟ أول مرة اتقابلنا كنا في المكان ده، كنت أنا في عيد ميلاد وهي في عيد ميلاد، ممثلتين أكشلي مختلفتين. وبعدين كنت بسلم على البنت دي الممثله دي، بقول لها ايه ده انت برج الجدي؟ مش برج الجدي، غريبه قوي، انا بحبك قوي انت انا بقى في الابراج يعني شويه. فخلصت الحضن لقيته واقف لي هنا كده بيقول لي على فكره انا برج العقرب. هو فرق كان معروف، معروف عني يعني، على فكره انا برج العقرب. قلت له بصيت كام فوق لتحت، قلت له اوكي، رحت مشيت وسبته. هو وبعد كده بقى عادي ولا كان حاجه. بص عادي بعديها بشهرين. ده هير بوينت اوف فيو على فكره، ماي بوينت فيو كانت يعني هي بس انترستنج جدا يعني. بعديها بشهرين كان مع بعض في مسلسل، وقصدت يعني تامر محسن قال لي انت مع فراق في الشله، قلت اوكي ماشي تمام فاين. اول يوم تصوير بنصور في بار، فانا قاعده وقاعد جنبي ولد وهو فراق الناحيه الثانيه محمد. قعدنا مثلا من الساعة 5 العصر لغاية الساعة 4 الفجر قاعدين على البار ما بنعملش حاجة، وهو مقضيها نكت نكت نكت. انا ما كنتش مصدق. نكت. انا ما بقولش ما يعني ما بقولش نكت، مش من انا اصلا ما عنديش نكت كتير احكيها. بس انا كانت جاي لي طاقة فرحة وتنطيط وذكاء وتمكن وكل حاجة اليوم ده. هزار هزار هزار. انا اصلا ما صدقتش، قلت يعني قلت بجد حكم ربنا يعني للدرجه دي، انه البني ادم اللي انا واكله دماغي شويه جات لي لحد عندي. يعني انا كل ما اروح ما فيش حاجه بتحصل، كل ما اروح كل ما اروح ربنا جابها لي لحد عندي. اقعد بقى اتجننت يعني. وايه بقى وحاجه يعني ملكانه حكمانه في تصوير غصبا عنها في تصوير هتقعدي يعني هتقعدي. بس بقى بعد كده بقى حصل بقى موقف اكشلي برضه ساينز ا لوت اوف ساينز كده. بس يوميها بقى انا قلت ايه والله لا هو مش دمه مش تقيل، هو ايه هيز نايس. بس ستيل احنا لغايه اول مره لما خرجنا لحد دلوقتي قلت لا اول مره ما خرجنا قلت له فاكرك بص يا حبيبي ما تحاولش، لان احنا ما ينفعش مع بعض خالص يعني، احنا كاركترز مختلفه تماما. احنا انا مش ببص خالص دلوقتي الريليشن شيبس، بس هي بتيجي وانت وان يو نوت لوكينج اول ذا تايم. يو ثينك سو؟ اي ثينك سو يس. بالذات الموضوع ده يوم التصوير ده. بص يعني بص ربنا سبحانه وتعالى. لازم تقوله الصدفة طبعا. ايوه ما انتي بتنسي. ايوه ايوه معلش معلش. احنا كنا الباركينج بتاع المكان اللي كنا بنصور فيه كبير. واحنا الاثنين جينا في معادين مختلفين في التصوير، فهي جت ركنت عربيتها
وعربيات بتيجي عليها وتمشي وبتيجي وتمشي، وانا جيت ركنت عربيتي في مكان وعربيات وهكذا. خلصنا تصوير وهي اصلا انا بشتغل انفستمنت بانكر قبل ال كنت طالع من التصوير على الشغل. احنا ماشيين دارك. احنا ماشيين من المكان ده الساعه 6 الصبح، من كان يوم طويل قوي يعني. فنازلين، انا نزلت قبليها، احنا يعني خلاص التصوير خلص وتفركشنا وكل واحد راح خد حاجته تمام وجاهز بقى وماشيين. فانا خدت حاجتي ونازل خلاص، جهزت حاجتي ونزلت ورايح لعربيتي، وعربيتي والباركينج فضي تماما تماما. وانا رايح لعربيتي قعدت بدور بقى حاجه ما اعرفش ايه بتاع، وكان في عربيه واحده بس معايا في الباركينج جنبي. في شبوره جنبي. الازاز مش باين مين جوه، في شبوره. طبعا انا عشان ركبته وبتاع ومسحت الازاز، فابتديت بقى اتعامل في العربيه روقها عشان اتحرك، والاقي دي جايه عليا بشنطتها رايحه. اللي هو ايه ده، دي جايه 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 عربيتها اللي جنبي. يعني ما قلت كنت هنزل اسجد عند في الدواسه في العربيه لربنا، ما صدقتش ما صدقتش. فطبعا وي جيت كليكت شويه، طبعا كان قبليها حصل شويه هزارات بقى وكلام وما اعرفش ايه بتاع. وكانت هي اصلا حبيبتي يا عيني، كانت رايحه من يوم طويل وشاق على الشغل التاني، ما كانتش مروحه. انا اصلا كنت مروح زومبي، احنا كلنا كنا زومبي. هي يا عيني طالعه تبتدي يوم تاني مطبقه. فعجبني قوي اكتر كمان شخصيتها، انه هي بس انت بتحب تحقق، بتحب تحقق دايما في اي حاجه بتمشي فيها، ما بتحبش تفشل زي كده. فكانت مفارقه يعني جميله جدا 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 يعني، مش هنساها ابدا. باركينج كبير، باركينج فيه بتاع 100 عربيه 200 عربيه حاجه كده، كله يفضى واحنا عربيتنا بس اللي يفضلوا جنب بعض. حلو. لا ده في قصص كتير. لا احنا 6 سنين. اوه يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ده ايه؟ يا لهوي دي كسوفتي. لو قدرت احط قلبي قدامك شو بتقله؟ ولا زي اللبنانيين. اوكي. لو قدرت احط قلبي قدامك كده هتقول له ايه؟ انت عمري. كلثوم. بص اصل اقول لك على حاجه، انا يعني انا بنتمي لهذه البني ادم، مش بحس انه يعني انا انتمي لهذه البني ادم، انا بنتمي ليها. كل ما املك من طاقه ومشاعر واحاسيس وقدرات لو اقدر كلها تبقى ليها، ولا عندي اي ذره مانع، بس هي تبقى تبقى صاحيه كده. فقلبها دوت يعني لو اقدر كل يوم اقعد ابوسه واروقه ونعنشه واسقيه كده واغذيه، بحاول بقدر الامكان اعمل كده دايما يعني. وهي كمان اصل قلبها ده برضو يعني، هي في ناس قلبها جامد، وفي ناس وعقلها صاحي مثلا، والعكس. هي عندها الاثنين بسم الله ما شاء الله حبيبتي، فيهم دمويه كده. يقول لك مش دمويه يعني، يقول لك الدمويه دي الدمويه ردت في وشه يعني، وشه مزنهر واحمر كده فاهم، صاحي كده. فهي عندها الاثنين بسم الله ما شاء الله. وكمان انا بحبه جدا جدا، بحب قلبها ده جدا جدا، ذهب.
هدى مين؟ هذي؟ اه اوكي. هو قريتها هدى. هذي مش تقولي هذي وشذي؟ شذي صح؟ شي ده ليها؟ انت تسألها. ايه 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 والنبي ايه؟ ليش كده معقد؟ اوكي لو دي اخر مره هشوفك فيها هتقولي لي ايه؟ ايه ايه الكلام اللي هتقوليه؟ شفت ايه مش هو اللي كاتب انا مالي؟ مش يعني انا قلت لك يعني مش I don't think you can مش بس حتى مع الحبيب مع اي حد قريب مع امك مع اختك طبعا I don't think you can really know what to say يعني حتى لو انت لو عندي مشهد تمثيل ما بترتجله يعني ما بتاخدش اللي مكتوب لان هو بيبقى it's such a real moment لا ما اقدرش اتخيل هقول ايه انا بقول لك شو النية ولا الحكمة وهي حق ثنيناتكم باسنت ومحمد السؤال هذا قوي جدا جدا قوي. جدا بس بقول لكم ليش في ناس في علاقاتهم ميتين ما يعرفون النعمة اللي هم فيها انا ما اتوقع انتوا عارفين النعمة ولكن في وايد انت روحك تعرفين وانت تعرف كثيرين عندهم نعمه في حياتهم بس طبعًا. مش مقدرينها طبعًا. 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 ونفس الشيء ينطبق على الماما ولا البابا طبعًا. ولا الاخ ولا الصديق ولا الرفيق ولا الزميل اللي يمكن سبحان الله يعني نحن ما شاء الله شاطرين في الانتقاد يوم في مشكله بس يوم في الحب والتعبير وان اقول حبيبي ترى انا مشتاق لك انا مشتاق لك حتى هالابسط اشياء اقول له ترى انت لابسه وايد حلو اليوم والله ذكرتيني يوم اول مره شفتك هالأشياء البسيطة ننساها ما نقدرها وننسى حتى هالكلمة اللطيفة اللي يمكن تطلع منها فالغرض من هالسؤال خصوصا حتى للناس الساهية اللي مش مدركة القيمة والنعمة انت وايد ذكرت ان الله انعم علي وحطانا في نفس الباركينج ويلسني على في التمثيل خمسة ساعات قدامها انت مقدر النعمة بس الهدف من هالسؤال ان نذكر نفسنا نذكرنا ترى ما احنا ما انت انا مو مضمون انا عادي اموت في هذه 60 ثانيه كلنا بس هل نحن مستوعبين هالشيء ده حقيقي نحن مو مستوعبين ولا مره بنستوعبها على مد ولا فتره طويله بس لازم نذكر نفسنا عشان ناخذ كل لحظه هو قال انا احب بجسمي بكياني وقال انا انتمي لها فلازم نذكر نفسنا هالنعمه اللي عندنا عشان ما نعرف متى الله ياخذها وإن شاء الله يطولها ويعطينا عمر وصحة وسعادة والله أتمنى لكم من قلبي ولكن هذا الهدف من السؤال مو بس لكم لكل إنسان عنده شيء في حياته يمكن مش مقدرنا بما دحي يستاهل فالسؤال هو أن أنت لو هاي الجلسة الأخيرة ويا رب بعيدين 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 عن هالشيء بس شو شيء تحسين يمكن أنت ما قلتي له ولا ما قلتي بما فيه الكفاية ولازم تقولينها يعني لا محمد ما تسيبش الحاجات في السيف بوكس ما في ويلي صعب قوي السؤال ده لا بس اكشلي دي وجهه نظر مختلفه شويه طبعا انا فاهم قصدك وتشوف كيف الناس بيحبون بعض اكثر على الاقل حق الاسبوع الجاي بالضبط بعدين الناس يذكرون عباره هقول له شكرا على الحب شكرا على الايام شكرا على احتوائك وشكرا على محاربتك شكرا عشان انت ما استسلمتش هوي
شكرا. شكرا يا اخويا. شكرا. Thank you, Anas. Thank you. كيف كان؟ اتمنى يعني انتم ما شاء الله تشوفوا انتم مبين ان عندكم علاقه فيها تواصل عالي جدا، ولكن انا اتمنى مرات من هالجلسات ان ازيد الجير واحد، خصوصا انت قلتي انت اشتغلتي على اللي نسميه الانفتاح العاطفي الفانربيليتي، وانت بعد قلت لي ان احنا اثنيناتنا في نفس المشكله عندنا، فلازم اثنيناتنا نشتغل عليها. ده حقيقي. فمرات احس في هالزمن اللي انت ما قلتي انا سنروح من ايفنت اللي ما ادري شو اللي مطلوبين، حط الاشياء تحت السرير وحط الاشياء تحت الكرسي وبنحلها بعدين، وهاي من اكثر المشاكل اللي احنا نسويها اليوم في علاقاتنا، ان ناجل الاشياء. خلي لو تحت الطاوله ما تبين، بنرجع للطاوله وبنرجع ننظف الغبار، مرات ننسى الغبار، والغبار يتراكم ويتراكم ويتراكم لما يكون في سرطان. طبعا في سرطان في العلاقه. فمرات احس هالجلسات ان انا ياس اجبر اثنين يحبون بعض، ولا اثنين انا احترم حبهم من بعيد، بس اقول له خل اجبرهم يلسون، عشان الحياه تاخذك تلفك يمين ويسار وتشغلك يمين ويسار. فاقول اذا اقدر يلسهم ساعه 40 دقيقه قدام بعض ويسالون بعض هالاسئله، انا نيتي ان بس ارتقي بالعلاقه، مو بدهور علاقه، ما بحط اسئله سخيفه تسوي مشاكل. لا بالعكس، لا اسوي احط اسئله لا. وحتى الناس اللي في بيوتها تتعلم ان تقدر تجلس مع الزوج مع الزوجه وتتكلم. نحن لازم نتكلم كعالم عربي، ما نتكلم. ده حقيقي. انا عيبني وايد الحب اللي بينكم، اصلا شيء جميل، يعني واحد مفروض يطمح لهالاشياء مع الحلو والمر جميل. انا عايز اشكرك من كل قلبي على الوقت الجميل والحقيقي اللي ما بنشوفهوش وما بنعيشهوش احنا، حتى انا وبسنت كممثلين، سيبك من العلاقه، في برامج كتير وفي توكس كتير. بشكرك جدا 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 على المجهود اللي بذلته علشان تحط ارضيه حقيقيه وفيها هنا وفيها هنا، ده شغال وده شغال، وتاخدنا في الرحله الجميله ديت. بجد يا انس اشكرك من كل قلبي على وجودك، ويا رب تكون مستمتع جدا جدا في بلدك الثاني مصر. يعني حبيبي والله دي اوكي كرهتيني. I feel very no I love في الحاجات دي. بقول لك انا كنت بحب اتكلم في الحاجات العميقه دي. انا اول مره خرجنا قعدنا بصينا بعض التست ده وعملنا اللاف لانجويج اول ديت، قلت له احنا هنعمل حل من الكلام ده. فانا بالعكس انا بحب اديك دي، بحبش الحياة اللي من بره دي اللي هو انا عملت ايه ورحت فين وبتاع، مع انها اتس امبورتنت، بس انا بحب تو جو ديب and it makes me feel closer and more vulnerable and open and I definitely feel more close to him دلوقتي عن قبل الانترفيو او even though we're close. بس صحيت الصبح ان هو خلاص بقى انا عندي انترفيو وبعدين عندي بالريد كاربت اتسحلت، فاهم؟ now I feel that my emotions are very hot كده and intimate and I think it's important إن الواحد يفضل يفيول this feeling. Absolutely. It's a love tank. Exactly. الحب ينزل لازم تزيدين. بالضبط. فأنا بالعكس الانترفيو ده it made me realize how obviously we know بس it kind of زي ما انت قلت it refreshes how much it is important الإحساس ده، عشان you take things for granted غصب عنك، حتى مع أمك يعني مش بس مع الحبيب، مع أي حد you take waking up for granted. ف to have this kind of relationship you need to definitely not take it for granted. شكرا.